ساعات دي فقرتكم دلوقتي حالا من خلال المنتجات اللي احنا بنقدمها وساعات مختلفه صناعه سويسريه 100% بنقدمها لكم مشاهدينا وطبعا زي ما احنا بنعود كل مشاهدي عالم التسوق ان احنا بنجيب لهم افخم واجود انواع المنتجات اللي احنا بنقدمها علشان كده الصناعه السويسريه اللي احنا بنقدمها النهارده لساعات سويس ايجل هي متميزه جدا بكتير من الدقه والحرفيه العاليه اللي احنا هنتكلم عنها في سياق الحلقه الصناعه السويسريه اللي احنا بنتكلم عنها طبعا هي مهمه جدا وصعب جدا ان احنا نلاقيها في اي ساعه ولما بنقول ساعة سويسري طبعا بتكون غنية عن التعريف بيكون فيها مميزات كتير بتكون عالية الجودة بتكون فيها حرفية كبيرة جدا وإحنا هنتعرف عليها في حلقتنا مع ضيفنا في عالم التسوق اللي هيكلمنا عن سويس ايجل سويس ايجل في البداية أعرفكم طبعا عن البراند وهو منتج سويسري أو شركة سويسرية اتأسست سنة 1961 على يد هانس نول هانس نول هو أيضا متخصص في الساعات وقرر إن هو يقدم كل ساعات السبورتس ووتشز أو الساعات الرياضية لكن بشكل حلو جدا بشكل معاصر للموضه قدمها في براند سويس ايجل اللي احنا هنتعرف عليه مع بعض ثلاث ساعات مختلفين الموديل الاول اللي احنا هنتكلم عنه هو تالون واتش ودي مخصصه للسيدات وكمان الساعه الثانيه هي تالون بلاك كرونوغراف ودي مخصصه للسيدات وللرجال والساعه الثالثه اللي احنا بنتكلم عنها برضو هي ساعه السيليكون اللي هنتعرف على كتير من المميزات من خلال ضيفنا في عالم التسوق وهو مايك خبير الساعات هاي مايك فور سو هاو تو ها في هير ان وورلد اوف شوبينج ثانك يو سو ماتش فور انفايزنج مي ايز بي دايلي تو بي ان اوبورتونيتي تو اكسبلين ايفرثينج اباوت اور فيري سترونج سويس براند Swiss Eagle. Yes, I'm so impressed. I'm so excited also to talk about it. And yep. first question that I would like, I would love to ask you is um, uh, Swiss Eagle is so special and very uh, high-end brand. So we would like to know what differentiates or what makes Swiss Eagle so special in regards or in terms of uh, punctuality and also durability. We have to go back to 61 when the, la the brand was first launched in Biel in Switzerland. And the man, Hans Noll, his goal was to have something which was a Swiss watch with uh, absolute accurate timing yes. and the highest quality. Of and course. what we have done now is to maintain this. and broaden the range using modern materials. اذا مشاهدينا برضو لما سالت مايك عن مجموعه ساعات سويس ايجل فهو بيقول ان هي اتصنعت سنه 1961 وبدايه الفكره ان هم حابين انه يكون في مجموعه من الساعات اللي هم بيقدموها تكون عاليه الجوده تكون متطوره وفي نفس الوقت يكون شكلها حلو جدا معصر الموضه اي حد يقدر ان هو يلبسها يكون مستمتع جدا ويكون شكله ليه اطلاله حلوه جدا مع سويس ايجل And uh, we would like also to talk about the brand. The brand itself, it has a very great symbol, yes, which is does. the eagle of the Alps. So I would like to know the story about yeah, it. Yeah, well, in thinking originally, uh, when the brand was made in Switzerland, yes, the eagle represents strength and is the dominant uh, member of the species and lives in the Alps. So it seemed natural to combine this with all the good things from Switzerland and the strength of our brand. So Swiss Eagle was born. So you combine luxury with powerful, absolutely luxury, uh, uh, luxury, uh, accuracy, but it's a powerful brand. With yes. Power. كمان بيتكلم على البراند نفسه انه ليه رمز مميز جدا وهو علامه سويسرا وهي طبعا علم سويسرا اللي, بي اللي طبعا بيخلي ان كل الساعات دي يكون ليها قيمه عاليه جدا احنا لما بنقول انه صناعة سويسرية. الصناعه السويسريه دي بتكون ليها جوده عاليه بالاضافه كمان الى ان الرمز بيحتوي او, أو في شكل النسر والنسر هو الموطن الاصلي بيكون في جبال القلب وبيقول ان ده بي يعني بيدل على انه رمز القوه رمز الصلابه والمتانه اللي بتتمتع بيها كمان الساعات فساعات سويس ايجل بتجمع ما بين العصرية للموضه او الموضه الجميله الاناقه والشياكه وكمان yeah. بتجمع ما بين القوه والصلابه اللي بتتمتع بيها الساعات السويسريه so now let's talk about the first watch which is the lady uh, uh, talon watch it's really lovely i see you've chosen to wear this one this yes, is your looks favorite i know on me. <laughs> i know It, it's something where we've taken all these features of the swiss accuracy and all the strength and the quality but we've married it with fashion. Yes. So now we have a watch that has 52 Swarovski crystals on the bezel, has a mother-of-pearl dial and is on trend for fashion, but maintains all the strength and quality of Swiss Eagle. And also the solid, uh, the solid marine grade, it's really perfect oh, for but the yeah, stainless so, steel. So yes, in terms of talking of the material, we use stainless steel. but it's the highest level stainless steel. It's the marine grade, which is very, very hard wearing. This is the benefit and will last a lifetime. yes. كمان بيقول على اهم المميزات اللي بتتمتع بيها او بتتميز بيها ساعه التالون واتش اللي احنا بنتكلم عنها ان هي معموله من الستانلس ستيل طبعا اقوى درجات وانواع الستانلس ستيل خليني افرجها لكل المشاهدين دلوقتي ان شكلها قد ايه برده حلو جدا كمان درجه الستانلس ستيل هم مستخدمينها اسمها سوليد مارين هي درجه عاليه وقويه Uh, بتحتوي كمان على 52 من كريستال uh, اشواروفسكي اللي هو uh, الطبيعي بالاضافه كمان الى ان هنا شايفين ان الساعه من جوه معموله من ماذر اوف بيرل او ال المحار الاصلي وده اللي بيخلي انه في لوكس لايك رينبو نايس ريفلكشن It picks up the light and is very stylish. And there are imitations of Mother of Pearl, but this is genuine اذا ساعه جميله جدا فريده من نوعها فيها كثير من المميزات اللي احنا بنتعرف عليها كمان برضو احب اقول لكل المشاهدين ان اللوجو او الرمز بتاع سويس ايجل موجود هنا في الساعه وكمان موجود من الناحيه الثانيه اللي هي الغطاء بتاع البطاريه موجود برضو علامه سويس ايجل وهي برضو معموله من السوليد مارين yeah, ستانلس ستيل اللي هو بيميزها بانها بتديها قوه وحرفيه عاليه جدا في الاداء وكمان في التصنيع وات ايلس وات دو يو ثينك Plating on the on the on the top rose gold Swiss colour. made watch and very fashionable at the same time. Yeah, and with the, the this rose gold color, this is very on trend. And so the plating on top of this very strong steel, uh, which will last for a very long time. So, it's fashionable and. Hard wearing. it's called ip plating so yes. we would like to, show, to, to to tell the viewers as well what's ip plating there, there are several different methods of plating uh, 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 gold on, or onto metal and ip plating is an, actually an immersion plating so it's a special plating which means that you get a very good finish a long lasting quality. Yes. كمان بيتكلم هنا على ان طريقه التصنيع بتاعت الساعه برضو حلوه جدا علشان تكون مناسبه جدا وتدينا اطلاله كتير حلوه انها معموله برضو مطليه من الذهب باللون الزهري مطلي على الستانلس ستيل بتقنيه عاليه جدا اسمها اي بي وهي اقوى انواع واكثر الانواع المتطوره دلوقتي في طلاق الستانلس ستيل فبيخليها شكلها حلو انها بتضل معانا لفتره طويله لون الذهب ده بيروحش أبداً. إلى جانب كمان أنها ساعة قوية وشكلها حلو جداً ومعاصر الموضة. So I would like to tell the viewers also about some selling points uh, like uh, uh, water yeah, resistant. Because I'm, I get very enthusiastic as you know about the, the product. And, and here we have a particular lens. This is a, a, a sapphire crystal lens. Yeah. What does that mean? It means it's very strong. Nothing will happen, non scratch, and nothing. It, it, it's anti scratch. So never will you have to take it to have it um, milled down. because this is very tough. إذا كمان بيقول إن هي من ضمن المميزات بتاعتها اللي بتخليها ساعة قوية جدا ليها قيمة عالية إن هي برضو معمولة هنا من مادة عالية اسمها السافاير كريستالز اللي بتخليها مقاومة للخدوش خليني أعمل زي ما مايك عمل بالضبط إن احنا حتى لما بنخبط على الساعة بيكون بتستحمل الصدمات وكمان الضغط بشكل عالي جدا وإنها ضد المية بقياس 100 متر فبالتالي هي ساعة قوية. إذا لكل المشاهدين اللي حابين إن هم يحصلوا على التالون ليدي واتش شايفين على الموديل قد ايه شكلها جميل جدا برده فاشنبل تقدري ان انت تلبسيها مثلا وانت رايحه على البحر او على فستان شكلها بيكون حلو بالتالي كمان مشاهدينا في كتير جدا من المميزات اللي احنا اتكلمنا عنها انها ضد الميه بقياس 100 متر بالاضافه الى انها بتحتوي على السواروفسكي معموله من ستانلس ستيل عالي الجوده اللي بيميزها جدا لكل حابين ان هم يحصلوا على التالون ليدي واتش رقم المنتج هو 548300 وجه وجميعاتكم دلوقتي مشاهدينا ان تتصلوا على أرقام الظاهرة قدامكم على الشاشة وتستنوا كمان الموديلات اللي احنا بنقدمها من سويس إيجل يمكنكم الطلب الآن بالاتصال على أرقام بلدكم الظاهرة على الشاشة أو قوموا بزيارة موقعنا الإلكتروني mbc.net السلام معاكم مشاهدينا وبنحكي عن ساعات سويس ايجل صناعه سويسريه 100% ضد الميه بقياس 100 متر بالاضافه كمان الى انها مصنوعه من الستانلس ستيل عالي الجوده بدرجه عاليه وهي السوليد مارين وكثير من المميزات هنتعرف عليها مع خبير الساعات الموجود معانا في عالم التسوق وهو مايك هاي مايك هاي. good to see you again. You. <laughs> I, I'm so excited to talk now about the uh, Black Talon watch, oh. which is the chronograph, and would like also to tell the viewers about the chronograph watches. Yeah. okay this is the model here and as you can see this is a true sports watch it's a chronograph so it has three dials yes. which will give you the time of course on the main frame here it will give you the seconds the minutes and the days and also the chronograph as you know you can use it as, as a the time watch, watch yes كمان مشاهدينا بيقول هنا على الساعه الثانيه اللي هي بلاك تالون كرونوغراف واتش ودي هي مصنعه بطريقه مخصصه انها تكون معموله زي الستوب واتش شويه لان هي بتحتوي على ثلاث عدادات جوه العداد الاول هنا لقياس الثواني والتاني لقياس الدقائق بالاضافه كمان الى هنا زي ما احنا شايفين برده ايام الاسبوع والتاريخ اللي بيكون موجود فبالتالي هي ساعه مجهزه انها تكون ساعه رياضيه لكن في نفس الوقت بتجمع ما بين الاناقه والشياكه في نفس الوقت So what else? Yeah, just, just to tell you, of course, the Swiss Eagle, the whole ethos of the brand is high-quality sports watches. But of course, this is now very fashionable. People wear these every day, and it's 100 meter water-resistant, yeah. so one can swim in it. and it's quite safe to shower. It's unlike and unlike the other watches, less than 100 meter. It is. Yes, this is very, 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 so it's very precise timing, but very stylish. Look at that black color. It's, it looks very nice. كمان مشاهدينا بيقول هنا على انها مصنعه برضه من الستانلس ستيل الى جانب انها برضه العدسه بتاعتها معموله من الكريستال سفاير اللي بيخليها مقاومه للخدوش واي صدمات ممكن تحصل برضه بنشوف هنا مره ثانيه ان احنا حتى لو خبطنا عليها nothing will happen. فيش اي حاجه ممكن تحصل بيقول برضو برضه انها مصنوعه انها تكون ساعه رياضيه فيها طبعا تكنولوجيا متطوره زي ما احنا بنشوف في الساعات الرياضيه كمان انها ضد الميه نقدر ان احنا ننزل بيها لعمق أكتر من 100 متر فبالتالي هي بتستحمل كتير وبتضل معانا لفترة طويله لانها صناعه سويسريه 100% So the, the great thing about this is it's the fusion of sports high quality but with fashion yes. so anyone can wear this watch because with this bracelet Of course, it's quite large now. For, uh, for the bigger wrist but of course you can take out links in the jeweler's easy so it will and fit all wrists and what about the diameter size. as well the diameter of this one is 40 mm diameter so, so it's a good medium sized watch yes. and now the fashion is to wear the slightly bigger watch even for ladies so it's uh, it's a good medium size كمان هنا بيقول <applause> ان المساحه بتاعه الساعه زي ما احنا شايفين هنا مساحتها 40 ملم فهي كافيه ان احنا يعني تكون ساعة رياضية شكلها حلو وكل الارقام بتاعتها برضو بتكون واضحه الى جانب انها معموله هنا من اللون الاسود الحلو زي ما احنا شايفين بيجمع ما بين الشايني وحتى المات وهي مصنوعه من الستانلس ستيل برده من جريد عالي جدا او درجه عاليه الجوده واسمها السوليد مارين لكن معموله بالاي بي بليتنج تكنولوجيا عاليه جدا برده في طلاء الستانلس ستيل <applause> وهي معموله من التيتانيوم فبيخليها قيمه جدا شكلها حلو يوني ساكس يعني للسيدات وللرجال زي ما احنا شايفين على المودلز دلوقتي معانا شكلها برده بيكون حلو تنفع انها تكون كلاسيك وكاجوال في نفس الوقت وده اللي خصصته شركة سويس إيجل إنها تخصص أو تصنع ساعات بتكون شكلها رياضي لكن في نفس الوقت تقدر إنها تكون معصرة الموضة تكون على الفاشن طول الوقت Yeah, so you're covered in both ways. So if you are on the beach or you go swimming or you go diving, because this is 100 meter, it's suitable it's for everyone. But you go in the evening, uh, gentleman is wearing a suit, the lady is wearing a cocktail, she can wear this. It's, it's Completely acceptable. And I, I know you were talking about the bracelet, but the way that we have the technique of having the shiny through the center and the matte. It's very elegant. Yeah, I already explained to the yeah. viewers all these uh, points <applause> that we, that we yeah. have covered now. كمان مشاهدينا برضه هو بيتكلم على انها قد ايه شكلها حلو بلون التيتانيوم الشايني والمات وتقدروا ان انتم تحصلوا عليها لانه هيكون ليها استخدامات كتير مختلفه على لبس الكاجوال او حتى على اللبس الكلاسيك. لكل اللي حابين ان هم يحصلوا على ساعه تالون بلاك كرونوغراف واتش رقم المنتج هو 548310 وبرضه بفكركم مره ثانيه مشاهدينا ان الساعه بتحصلوا معاها على بوكس البوكس ده فيه اللي هنا الفيلفيت او البطانه بتاعته اللي بتحافظ على الساعه لفتره طويله واحنا حاطين فيها الساعه الثانيه اللي هي التالون ليدي واتش كمان بتحصلوا على الوارنتي وهو انترناشونال وارنتي لمدة سنتين على الموفمنت اللي هي الحركة أو الديناميكية السويسرية اللي بتتصنع منها الساعة بالإضافة كمان إلى لون الساعة ومقاومتها للمية وإن هي 100 متر هنروح دلوقتي ونشوف الموديل الثاني اللي هو السيليكون واتش Now we will talk about the silicon watch. Yeah, because this is something. Look, i wear this one it looks lovely on you yeah, thank you very much <laughs> and the great thing about this is it's so comfortable to wear. yes i can tell because the second it, it feels so soft on the skin as well yes this is a special silicone very very tough it's the kind of material they make the top level uh, wetsuits from wow. but it's made in such a way so it's tough. كمان بيقول انها مصنوعه من السيليكون عالي الجوده اللي بيتصنع منه كمان بدل الغطس يعني اللي بتحفظ او بتحمي الجسم من المياه فبالتالي قد ايه هتكون هي ناعمه جدا على البشره زي ما انا I feel it. It's really soft. Yeah, it's lovely. زي ما أنا دلوقتي حساها إن هي فعلا ناعمة جدا على الجسم لما إحنا بنلبسها إلى جانب إنها كمان هتكون قوية هتضل معانا لفترة طويلة شايفين قد إيه الساعة برضو هنا عليها اللوجو أو العلامة بتاعة سويس إيجل الغطاء بتاع البطارية هنا آه للساعة مصنوع برضو من السوليد مارين جريد وهي درجة عالية جدا من الستانلس ستيل اللي بتخلي الساعة بتاعتنا قوية وبتضل معانا لفترة طويلة. But if you look at the dial, there's something special here. Is because the way that we have done the indices, they are raised up. Yes. So for seeing the time, it's very easy. Not only is it elegant, it's easy and quick. And if you're using this for diving, it's very important that you can actually see the time here. that's elapsing yeah so uh, uh, here yes this is the, so Rotated the ro bezel. rotating bezel so this is used for measuring how much air you've got left in the tank but also it's a great novelty to play with <laughs> yes <laughs> كمان بيقول هنا برضو ان لكل الحبايب مثلا ان هم بيعملوا رياضه او الغطس فهي برضو ضد الميه بقياس 100 متر الى جانب كمان ان هنا في العداد اللي احنا بنقدر الغواصين طبعا او الدايفرز هم اللي بيكونوا عندهم خبره في ان هم بيظبطوا كميه الهواء مع الوقت المتبقي ليهم على الساعة من خلال الإطار اللي هو المتحرك على الساعة كمان هي برضو مطلية بالذهب معمولة بالآي بي بليتنج وإحنا قلنا إن دي تقنية عالية جدا لتصنيع الساعات وكمان لطلاء الذهب اللي بيكون موجود على الستانلس ستيل اللي مصنوعة منه الساعة كمان بيقول هنا إن الأرقام واضحة جدا معمولة بطريقة ستايلش إن هي تكون ساعة سبورتيف أو سبورتي وشكلها حلو ساعة رياضية وكمان في نفس الوقت تكون مناسبة او معاصرة <applause> للموضة زي ما احنا شايفين برضو على الموديل سعر رجالي حلوة جدا فيها مميزات كتيرة حتى هنا برضو على الاف <applause> في في سويس ايجل <applause> لوجو هنا زي ما احنا شايفين برضو رمز سويس ايجل موجود في كل حتة صناعة سويسرية 100% مفيش احسن من كده طبعا لما بنيجي نختار ساعات بنكون نحب ان الساعة بتاعتنا دي تكون قيمة فبالتالي سويس ايجل هي الساعه المميزه لكل الحابين ان هم يجمعوا ما بين الفخامه وكمان يجمعوا ما بين الاناقه والشياكه في نفس الوقت مع ساعات سويس ايجل آه كمان لكل الحابين ان هم يحصلوا على ساعه السيليكون رقم المنتج هو 548320 وبرده ما تنسوش مشاهدينا ان أنتوا هتحصلوا على البوكس اللي هيكون آه يعني آه هيكون حمايه جدا للساعه بتاعتنا معمول من الفيلفت آه او المخمل يا ات لوكس فيري And the great thing is that once you've taken the watch out, you can then use the watch and the box, but you can actually put other things in there. So it's very very elegant, very stylish. كمان بيقول ان احنا نقدر نستخدم البوكس يعني مثلا السيدة أو الراجل لو هو احتفظ بالبوكس بتاعه يقدر كمان يحط فيه أو تقدر الست إنها تحط فيها حاجات تانية زي مثلا مجوهرات أو أي شيء تقدر تحطه في البوكس وتحتفظ بيه طول الوقت مع ساعات سويس ايجل. إذا مشاهدينا طبعا لكل حابين هم يحصلوا على الساعة بقول لكم رقم المنتج مرة تانية هو خمسة 43420 ساعه السيليكون وكمان اللي حابين هم يحصلوا على ساعه البلاك تالون كرونوغراف واتش رقم المنتج هو 548310 وكمان حابين ان هم يحصلوا على الليدي تالون واتش رقم المنتج هو 548300 مايك اي وود لايك تو ثانك يو سو ماتش فور اول ذا انفورميشن ذات يو هاف بروفايدد اس اتس بين ريلي ا جريت بليجر اند ثانك يو فيري ماتش فور انفايتينج مي تو جيف مي ذا اوبورتونيتي تو اكسبلين ايفريثينج اباوت ا ريلي سبيشال انترناشونال براند اذا مشاهدينا لكل حابين هم يحصلوا على ساعات سويس ايجل طبعا فرصتكم دلوقتي ان انتم تتصلوا وتحصلوا على احسن الساعات المصنوعه سويسريه 100% على عكس الساعات التانية اللي بتكون متجمعه في سويسرا لكن او الاجزاء بتاعتها سويسريه لكن متجمعه في اماكن ثانيه هي من الاول للاخر مصنوعه في سويسرا الى جانب كمان انها ضد الميه بقياس 100 متر وكمان ضد الصدمات والخدوش معموله من مواد عاليه جدا وطبعا قوه في الاداء وبتجمع كمان ما بين الموضه زي ما شفنا على الموديلز. اذا مشاهدينا دلوقتي انت... نعم مش صح. اذا مشاهدينا بتمنى حلقتنا النهارده تكون عجبتكم دايما استنونا بمزيد من المنتجات اللي بتلاقي استحسان كل مشاهدي عالم التسوق اعجبكم المنتج اضغط على اضافه في السله